من يومين ثلاثة دخل عليا واحد صاحبي كده معاه كلب غريب قوي وحاطط له كمامة كبيرة قوي، فبقول له ايه الحكمة اللي حاطط له كمامة؟ ما هو زيه زي اي كلب. قال لي احب اقول لك الكلب دوت من اخطر الكلاب اللي انت ممكن تشوفها في العالم، الكلب دوت انا مستورده من بره، والكلب دوت مش اي كلب، ممكن يتربى في اي بيت عادي. فانا استغربت الموضوع دوت وقلت له هو الكلاب دي ليها انواع معينة وليها فصائل، مش كلها كلاب زي بعض؟ قال لي لا ده الموضوع كبير، تعال اشرح لك بقى. وعشان اشرح لكم اللي هو شرحه لي قلت احطه في فيديو احسن عشان كلنا نستفاد من بعض. الكلاب في منها 10 انواع، النهارده في حلقتنا هنختص ال 10 انواع الاشرس كلاب في العالم. انا احمد يونس والنهارده في حلقتنا هعرض لك ال 10 كلاب واختارهم في العالم. يا هلا ويا هلا والله، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا هبسطها لك. النهارده هنتعرض على 10 كلاب، ال 10 كلاب دول من اقوى الكلاب اللي في العالم، ممكن فعلا لو قابلت اي كلب منهم بلاش تتعامل معاه معامله اي كلب بلدي انت ممكن تلاقيه في الشارع، عشان الكلب دوت ما بيهزرش خالص، عشان رد فعله انت مش هتتحمله من القوه ومن الشراسه. اول كلب معانا هو الدلماسي. الدلماسي كلب فعلا منقط ابيض واسود والاجانب كلها بيحبوه، عشان الكلب دوت يمكن شرس حبتين بس لو اتربى تربيه هاديه وكمان اتربى الدلع والاكل الطبيعي الموضوع هيبقى مختلف خالص، لكن لو اتشرس هيبقى كلب شرس جدا، مع ان شكله انت لو شفته في الشارع ممكن ما تقولش اللي هو شرس خالص. الكلب دوت المنشا بتاعه ايطاليا وكمان الهند. الكلب دوت بيوزن من 40 كيلو ل 50 كيلو على الارجح، الطول بتاعه من 20 سنتي ل 25 سنتي. الكلب دوت طويل وبيعرف يجري جري كويس جدا، وكمان الاجانب بيستخدموه ساعات للصيد عشان الكلب شكله حلو وشكله هادي، لكن خطورته بتبقى رد فعلها قوي جدا لو اتدرب على فعلا العنف وفعلا التشريس. ومع انه كونه هادي جدا ومش شرس وتحس اللي هو في اول حياته لو اتربى عن الهدوء هيبقى هادي، لكن الكلب دوت لو استخدموه في الصيد بيبقى قوي جدا في الصيد، لدرجه ان هو بيسيبوه على اي حاجه يقدر يجيبها في خلال من 3 دقائق ل 5 دقائق. ده كده كان اول كلب معانا، تعال نخش بقى على الكلب التاني. في الفئه الثانيه كلب اسمه ساند براندر. احب اقول لك الكلب دوت من الكلاب الضخمه جدا، كلب مش حجمه صغير خالص، بالعكس ارتفاعه 70 سنتي. 70 سنتي دوت مش كلب صغير، كلب كبير جدا، والانثى بتوصل 65 سنتي، برده الانثى حجمها كبير. خلي بالك ان الكلاب في منها ساعات الانثى بتبقى حجمها صغير عن الذكر بكتير، لكن الذكر هنا 70 سنتي والانثى 65 سنتي، الوزن بتاعهم من 50 كيلو ل 55 كيلو، كلب طويل وكمان حجمه تقيل جدا، والجمجمه بتاعته كمان جمجمه عريضه جدا، زي ما انت شايف في الصوره اللي قدامك كده، كلب فعلا يخوف من اي نظره اماميه. اول حاجه اسنانه قويه جدا، بنيته قويه جدا، طويل، حجمه تقيل، ينفع في جميع انواع الصيد، غير كده كمان هو ودود جدا بس شرس جدا، زي ما هو ودود في الطبيعي لو ما اتشرسش، لكن لو اتشرس الكلب دوت ما بيعرفش ابوه في رد فعل. معانا في الفئه الثالثه كلب الناس كلها بتحبه، لو شفته على النت هتحبه، لو شفته في التلفزيون او لو حد ماشي بيه في الشارع انت فعلا هتعجب بيه جدا، من لونه ومن حجمه ومن كمان شكله الجميل. هو كلب اسمه تشاو تشاو. الكلب دوت على قد ما هو فعلا حجمه صغير جدا وتحس ان هو قريب من الارض، الارتفاعات مش كبيره بالنسبه له، لكن الكلب دوت عنده طبقه سميكه جدا وكثيفه عشان بيعيش في مناطق كتير جدا فيها تلج، عشان كده الكلب دوت بيبقى حجمه قصير مش حجمه طويل. الكلب ده اليف جدا، مع انه لو اتدرب التدريبات بتاعته هتبقى مختلفه جدا عن اي كلب تاني، يمكن البنات كتير بتحبه والشباب عشان حجمه الصغير وكمان وشه اللي عامل زي الاسد، لكن احب اقول لك في الشراسه بتاعته شرس بطريقه فوق ما تخيل. كل ما كلب اقترب من الارض، دي نصيحه يعتبر، كل ما كلب اقترب من الارض الكلب هيكون رد فعله قوي جدا. الكلب دوت وزنه مش كبير قوي، من 20 كيلو ل 35 كيلو، في اوزان بتوصل اكتر من كده لكن دي بتبقى متهجنه. الارتفاع بتاعه 22 بوصه، يعني ما يقارب كده 10 سنتي ل 15 سنتي. الكلب دوت سعره بيوصل ل 3000 دولار و 4500 دولار كمان. لو هنتكلم على الشراسه وعلى الشكل المخيف وعلى الطول وعلى المساحه وعلى الرفع عشان يبقى مرن، يبقى هنتكلم على الدوبرمان. والدوبرمان هو الكلب الرابع معانا في حلقتنا. الكلب دوت بيمتلك عضلات قويه جدا، غير كده كمان شكله مخيف زي ما قلت لك، بس هو شكله انسيابي بس مخيف. وكمان افضل طريقه عشان تتمكن منه والسيطره على الدوبرمان هو انك تربطه بحزام كبير جدا في رقبته، بس ما يكونش حزام حديد، يكون حزام جلد، وتعرف تتاقلم معاه مع التعامل بتاعه، والتعامل بتاعه يكون بالراحه جدا وهادي، عشان الكلب دوت رد فعل بتاعه بيبقى سريع، مش كلب من اللي هو تبدا تاخد وتدي معاه وتلعب معاه، الكلب دوت ذكي جدا ولماح جدا وبياخد باله من الاوامر كويس جدا. انا عارف ان الكلب اللي انا هتكلم عليه دلوقتي كلب شكله حلو وكلبه جميل، ويمكن الناس كلها تخاف تشتريه عشان يقول لك دايما بيحب يقعد في الشتاء ودايما بيحب يقعد في حته ساقعه، يعني اجيب للكلب تكييف او اجيب للكلب حاجه ساقعه عشان يقعد فيها؟ لا انا مش عاوز الكلام ده، انا عاوز كلب كده ياخد ويدي معايا في الشارع. احب اقول لك ان
الكلب دوت هينفعك جدا وشكله ممتع جدا، البنات كلها بتحبه لو انت شاب وماشي بيه في الشارع البنات كلها تحب تتصور معاه. هو اسمه مالوت الاسكا. مالوت الاسكا جاي من فصيله الاسكا. الاسكا بالذات متوفره فيها انها ذكيه جدا ومخلصه ووفيه جدا لصاحبها فوق ما تتخيل، وكمان بتمتلك بنيه كبيره جدا يعني جسم قوي جدا. وغير كده كمان الكلاب دي نشيطه بدرجه فوق ما تتخيل، اول ما بتسمع اي صوت ما بتلحقش تقعد وتقوم تقف على طول وتشوف وتنتبه للي حواليها. عكس خالص الكلب اللي احنا قلنا عليه شكله حلو وضخم لكن تقيل اللي هو تشاو تشاو. والكلب دوت فيه ميزه كويسه جدا ان الجلد بتاعه سميك جدا وزي الفرو وبيستحمل درجات طقس عاليه جدا، حتى لو تلج هو ما عندوش اي مشكله هيعيش معاك وهيستحمل التلج جامد جدا. غير الكلاب التانيه كلها الفصائل كلها التلج بيأثر فيها جدا والحراره كمان بتأثر فيها. انا في المرتبه السادسه الهاسكي السيبيري. الهاسكي السيبيري على قد ما هو شكله جميل بس الكلب دوت ناس كتيره جدا بتفتكره هو الاشرس والاخطر في العالم، لكن احب اقول لك هو الكلب ده فعلا شرس جدا وقوي جدا، وفي اكتر من 15000 واحد حوالين العالم ماتوا بسبب الكلب دوت. عضته قويه جدا والكلب ده من الفصائل القويه والبنيان بتاعه قوي جدا عشان العضه بتاعته مش عضه بسيطه ولا عضه سهله. والكلب ده كمان بيتميز بالنشاط العالي جدا، عنده درجه نشاط وانتباه مش ملحوظه في اي كلب ده. لو هنتكلم على الكلب جميل قوي اللي يمكن العالم كله بيستخدمه في الحراسه وفي التربيه وفي الشراسه وفي اي حته في العالم، هو الراعي الالماني. الراعي هو الكلب الوحيد اللي فعلا يستحمل معاك كل الظروف. الكلب دوت عنده مميزات الحنان والوفاء الشديد جدا لاصحابه، وغير كده كمان الصور المرسومه في اذهان الناس زمان اول افلام بقى والبرمجيات والمسرحيات ان الكلب دوت بيطلع في كل حاجه، وهو يعتبر الكلب البوليسي رقم واحد في العالم. مفيش اي شرطه في اي دوله خالص مش بيستخدم الكلب دوت. مطيع جدا وكمان ذكي وكمان اوامر بتاعته سريعه جدا وما بياخدش وقت كتير في التفكير وحنون على كل اللي بيربيه وبيقدر يحافظ على اي حد متواجد معاه. الكلب دوت زيه زي اي كلب لو انت ما خدتش بالك منه من التعامل والتربيه الكويسه اكيد هيبقى شرس ورد فعله هيكون عليك انت اول. احنا جينا بقى للكلب الثامن. الكلب الثامن دي من الكلاب اللي فعلا قالوا لو ثلاثه منهم اتجمعوا على اسد ياكلوه، وهو الروت فايلر. الكلب دوت كلب قربنا من الكلب رقم واحد، هو كلب شرس جدا. لما نيجي نتكلم على الكلب دوت بيحتل المركز الثالث عالميا عن القوه وعن الشراسه. ليه بقى الكلب دوت بيحتل التصنيفات دي كلها؟ الكلب دوت عنده قوه وشراسه وبنيان وطول وارتفاع وذكاء وعنده كل المواصفات، يمكن مواصفات كتيره جدا موجوده في الكلب ده. ولو خدت بالك ولاحظت ان الكلب دوت ما بيبقاش موجود الا مع رجال الاعمال، مع السياسيين، مع الناس المشهوره، مع الفنانين، مع اللعيبه، عشان الكلب يتميز بلقابه عاليه جدا وكمان حجمه كويس جدا وطوله وارتفاعه وكمان هدوءه كده ورد فعله قوي جدا زيه زي الاسد يعتبر. في المرتبه الثانيه وقربنا على المرتبه الاولى، كلب اسمه توسا هينو. الكلب دوت بيحتل المرتبه الثانيه من الخطوره والشراسه، والقيمه بتاعته سودا من هنا ب 60 نيلة، عشان الكلب دوت فعلا يمكن موت اكتر من 200000 واحد حوالين العالم من ساعه ما الكلب دوت ظهر في العالم. الكلب ده كمان بيتميز ان هو حجمه كبير جدا والناس كتير قوي بتخاف منه. بيجي معانا في المرحله الاولى اخطر كلب في العالم، هو البيتبول الامريكي. البيتبول الامريكي حجمه يعتبر ضعف البيتبول العادي اللي يمكن في الدول العربيه او الدول الاجنبيه بنربيه، لكن الكلب دوت اتصنف اللي هو اشرس كلب في العالم. والكلب دوت اتصنف ما بين انواع الكلاب كلها اللي هو اخطر كلب في العالم. وفقا لمنظمه سي بي اس العالميه لرعايه الكلاب ضد الامراض، قالت جدا ان الكلب البيتبول بيتميز بجسم مملوء جدا ومليان عضلات، ودي القوه الكبيره جدا والرشاقه اللي هو بيمتاز بيها، على قد ما هو حجمه صغير وفي قوه وفي عضلات وكمان في رشاقه، كمان وزنه بيوصل من 29 كيلو ل 35 كيلو. انا كده خلصت، كنت معاكم النهارده احمد يونس. ما تنساش بقى الفولو واللايك والاكسبلور وكمان الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. مع